أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تمر علينا الذكرى السنوية لرحيل السيد الوالد آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله درجاته. وبشكل مختصر أذكر ميزة من ميزات حياته والتي تميز بها طوال حياته، عسى أن يكون ذلك مشعلا ينير لنا الدرب. إن من عاشر السيد الوالد رحمة الله عليه أو قرأ كتبه أو استمع إلى محاضراته يلاحظ جليا إن السيد رحمة الله تعالى عليه كان يتميز بحفظ الأصول والتمسك بالفروع بحذافيرها، وقبول أي تجديد لا يصطدم بتلك الأصول والفروع. فكما هو معلوم إن الدين الإسلامي هو عقيدة وأحكام وأخلاق وآداب، وقد بينت في القرآن الكريم وفي كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وكذلك تجلت في سيرتهم. والمسلمون الملتزمون التزموا بتلك الأصول والفروع وقاوموا جميع الظروف التي جرت عليهم بالضد من تلك الأصول أو الفروع، فأوصلوا إلينا تلك الأصول والفروع سالمة من غير زيادة أو نقيصة. وفي القرون الأخيرة حيث سيطرت الحضارة الغربية على العالم، وهي حضارة تختلف في جوهرها وفي حقيقتها مع الإسلام، لأنها حضارة مادية، والمادية تختلف عن الدين اختلافا جوهريا. هذه الحضارة فيها نقاط قوة ونقاط ضعف. حينما اصطدم المسلمون بتلك الحضارة كان الموقف منها إما الرافض المطلق، وهذا حرم المسلمين من كثير من نقاط القوة، وإما الانبطاح المطلق، وهذا أيضا سبب فقدان الدين والدنيا. الذين ساروا في ركب الحضارة المادية فقدوا دينهم ودنياهم. لكن الأمر المتوسط والحالة الوسطى هي حفظ الأصول والتمسك بالفروع بجميع تفاصيلها مع الاستفادة من نقاط القوة التي هي أساليب عادة. فلذا نحن نلاحظ أن السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه
في كتبه، في محاضراته، في عمله، في أفكاره، لم يتخلى عن أي عقيدة من العقائد، ولم يتخلى عن أي حكم من الأحكام، وعن أي خلق من الأخلاق، وعن أي أدب من الآداب. ولكن في الوقت نفسه، ما هي منتجات الآخرين غير المسلمين؟ وهذه المنتجات كم منها لا تخالف الإسلام ويمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية؟ هذه الأمور بعد مطالعتها مطالعة دقيقة، وبعد الاطلاع الكافي والوافي بتفسير القرآن الكريم وبروايات الرسول وأهل بيته وبكلام الفقهاء العظام، بعد ذلك يستفاد منها في ضمن الإطار الديني، لا نتعدى الإطار الديني ولا نتنازل عن أي حكم من الأحكام أو أي عقيدة من العقائد، ونستفيد منها، لا مانع في ذلك. يعني الآن مثلا لنفرض الاختراعات، هذه الاختراعات ولو اخترعها غير المسلمين، لكن التي لا يعارض منها الدين الإسلام ليستفد منه. البعض كان يعارض هذه الاختراعات لأنها جاءت من غير المسلمين، لكن الآن تقريبا أكو اتفاق من الجميع في الاستفادة منها. وكذلك في كثير من الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك، أفكار قد يكون أنتجها غيرنا، نلاحظ أن هذا الإنتاج هل يعارض الدين أو لا يعارض الدين في أي مفردة من المفردات. إذا عارض معارضة حقيقية نرفضه، لكن إذا لم يعارض لماذا لا نستفيد منه؟ بل نستفد منه ونبينه بطريقة لا تنافي مع الشرع الأقدس. ولذا نلاحظ مثلا في موسوعة الفقه ألف السيد رحمة الله تعالى عليه الفقه الاقتصاد، الفقه السياسة، الفقه الاجتماع، الفقه الإدارة، الفقه الدولة وما إلى ذلك. هذه بيان نظرة الشرع إلى هذه الأفكار المطروحة. إذا لا تخالف الشرع نستفيد منها. يعني مثلا الآن لنفرض البنوك هذه وسيلة اقتصادية هامة، وهي عصب في الحياة الاقتصادية. مرة سمعت من الوالد رحمة الله تعالى عليه أن هناك 4000 مسألة ترتبط بالبنوك، بمعنى أن هذه الموضوعات موضوعات خارجية. هذه الموضوعات نلاحظ كم منها حكمه الحلال أو الحرام، كم منها مثلا ربا أو ليس بربا. هذا يحتاج إلى خبرة في مجال الفقه، وأيضا خبرة في التفسير، خبرة في الروايات وما إلى ذلك. فحفظ الأصالة مع عدم رفض التجديد، وهذا ما فعله المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الموضوعات التي كانت تأتي من غير المسلمين، هذه الموضوعات الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤطرها بإطار القرآن وبإطار الوحي من الله سبحانه وتعالى. إذا نقطة مفيدة يأمر المسلمين بها، وإذا نقطة مضرة ينهى المسلمين عنها. فنحن في هذه الظروف الصعبة في حياة المسلمين ينبغي علينا أن نحافظ على جميع الأحكام الشرعية وعلى جميع العقائد وعلى جميع الأمور الأخلاقية والآدابية وما إلى ذلك، ونحاول أن نستفيد من إنتاج الغير الذي لا يعارض مع مبادئنا
الإسلامية، لا أن نتخلى عن ديننا ولا أن نرفض أي شيء جديد حتى نتخلف عن ركب الحضارة. فلنجمع بين ما يفيد دنيانا وما يفيد آخرتنا من غير أن نتنازل عن أي شيء من مسائل ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لأن نستفيد من تلك الأفكار التي طرحت في هذه الكتب وهذه المحاضرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.